هذا الكهف لازم نستكشفه. شغل الكشاف. بسم الله نبدأ. هل يرسم حوش ثانية غير الدراك دحين؟ خلاص الطريق من فوق. الآن لازم احنا ايوة هذا هو سبايس الفيتر. احنا ما يبغى نجيب السبايس الفيتر، نبغى نجيب ايش؟ ما ادري هو انا جبته ولا لسه. يب انا ما سويته الحين، بغالي اسوي دحين. انا بسوي هذا، هو ممكن تكلمت عنه انا في المقاطع اللي راحت، ابى اسوي هذا الشيء، الخدمات اللوجستيه، عشان اضبط هذا المداخل والمخارج اللي اقدر احط مصنع اسطوري من بدايه. فيب راح ابدا بهذا الشيء هنا. خلينا نجيب الواح حديد، يحتاج 150، احنا عندنا 191 يا صاحبي، من بدايه نقدر نجيبه الحمد لله، قاعد ينتج من اول شكل وانا ما يدار الا ما قفل. طيب نجيب الخدمات والطيران يا الوحش، منصة الاطلاق. بوم شوف هذا طار. يا رب انت سويت هذا الشيء بشكل ما خزن، وانا ما خزن حيطير على فوق. سيعود بعد 3 دقائق. اوكي بعد 3 دقائق عشان اقدر ايش اسوي الشكل الثاني. هذا فاصل متحرك وهذا ناقل اندماج، هذا يدخل من جهه ويخرج من كل الجهات، وهذا يدخل من كل الجهات ويخرج من جهة واحدة. ها هذا ايش استفيد منه؟ ايش ابغى يدخل من كل الجهات؟ ممكن مصنع كبير يجيب من هنا الواح، من هنا الواح، من هنا الواح، ممكن. طيب بسم الله هل نبدا المشروع؟ يب انا هنا اشوف هذا ليه كل هذا سويته هنا عشان نبدا المشروع هذا. شباب انا من جد حطول، بس انه صدقوني راح اسوي مصنع اسطوري، هذا حبة فيه ان شاء الله. طيب ممتاز، يعني احنا نسوي ايش؟ نخلي Milestone exchange concluded. بالله استنى علي، استنى علي، اقسم بالله صدعت. نبدا من هنا، نسوي من هنا كذا. كيف نسوي؟ نبغى موارد. طيب عندنا الواح، نبغى خرسانه الواح، خليه يسوي لان الواح عندي صار قل. هذا مقفل ليش؟ الحين ابغى ابني. عطنا الواح هذه من جديد. طيب خلينا نسوي من هنا كذا. بوم، ليش ما اقدر؟ خرسانه يا نوب. طيب ناخذ هذا. بوم يمشي، طحنا، بوم بوم. الآن نسوي الدرج، نسوي كذا كبوم. بس والله هذا ما يروح. لا استنى، عيد عيد محمد عيد. ما شجرة دي مكانها زي. اوكي نحطه من فوق، هو يبقى من تحت. اوكي 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 كذا، هذا من تحت لفوق. اوكي نو بروبلم. طيب هذا ننزله. عيال انا سويت ما ادري، بس الفكره ممتازه صح؟ من هنا يطلع دبيج، ينزل كذا حلو، ونحط هذا. احنا نبغى ايش؟ نبغى هذا هنا. طيب معلش يا صاحبي انت بس حتوقف موقفه مؤقتيه، حتيجي هنا نشيل ذا. طيب ونحط هذا، لا هذا لا العكس، 5 ميو، مخرج واحد ومداخل كثيرة. طيب ايش رايكم نحطه هنا؟ نحطه كذا. عارف انه في قربعة، بس انا مبسوط بالقربعة دي، نغيرها بعدين. طيب المدخل الاول نبغاه يخش من هنا. لا هذا خليه من هنا. لا استنى استنى، المخرج فين حقك يا صاحب؟ انت تختار تبغى مخرج من فين؟ مخرج من هنا. طيب والمدخل يجي من هنا، والمدخل الثاني يجي من هنا. خلينا نجرب نشغل ذا الآن. كبوم، المفروض حتيجي يسار. بسم الله المفروض ينزل بسرعة دحين عشان هذا لاصق صح. يخش من هنا و يا سلام يا سلام. طيب هذا طبعا ما راح يمشي خام عادي، فاحنا راح نكسر شويه. والله صح لازم اكسر شويه. بكسر من هنا، معليش من هنا اكسر. ابغى احط الباني. محرقه هذه نعرفها صح. مصهره صح، مصهره بعدين الباني. طيب يبغى نحاس سلك. والله يا شباب نحتاج مصنع نحاس بعيد بعيد النحاس. الان نحط الباني هنا
يبغاه بشكل حلو كذا كذا. ايوه احسن شيء انك تسوي كذا، يمشي كذا شوي ورا هنا، وناخذ ذا ونقول تعال اشوف. طيب وبصح في لفلفات وشغلغاتات شوكولاتات وهذا والله شوف شوف اقرب عليه ترى هي حتظبط حتصير الشكل احلى. نخليها كذا جاي من هنا كذا، شوف شوف ايوه جاي من هنا كذا، نمشي على نفس الشكل نفس ال كذا كذا ايش بقى كذا، ومن هنا الحين زي وناخذ لفه من هنا كذا على هنا. فنسويها من الحين، ناخذ لفه من هنا. ايش المشكلة في الموضوع؟ تسوي كذا بعدين تاخذ هذا تسوي له كذا. يا سلام صح انتاجه حيكون بطيء. هذا تاخذ هذا من فوق وتقول له كابوم تعال هنا، وتيجي نسوي القطب، القطب نحطه هنا ونوصله من هنا لهناك ان شاء الله يوصل حسه بعيد. اوكي نحطه هنا واحد، ونحط هنا كيبل. ليش كيبل يا محمد؟ يا عيال تصدقون مشروع النحاس حيكون اسطوري، راح اركز له تركيز. نشبكه هنا وهو هذا فيلو شغال. طب وقف توقف مؤقت وعطنا 500 اللي عندك هذه، حط 24 دي هنا. خلينا نحولها دي من دحين الكتلة حيوية. ناخذ الكتلة الحيوية نحطها هنا نجهزها 200، وهنا الباقي اللي هنا. اوكي والله ما يصرف كثير. طيب بقي هنا كمان. اوكي مدخل باقي مدخل واحد من هنا يجي، ما ادري ما له فايده خليه دحين. بس الان نبغى نشبك هذا في هذا، ونشبك هذا في هذاك، وهذا في هذا. كذا مجموع كم واط عشان لا ينفجر علينا. استنى خلينا نحسبه بسرعه. هنا واحد اثنين، هناك واحد اثنين، هنا ثلاثه، هناك ثلاثه، نفس الشكل نفس كل شيء. راح ياخذ منه 13 ميجا واط، بقينا سبعه زايده، هنا 13 برضه. يا ممتاز جدا. الان نقدر نخليه ينتج لنا خام حديد، والنوع الثاني على طول بعدين. شوف حاجه كذا هتجد. احنا مقفلين الطاقه. خام واو نايس. سبيكة نحاس ما اقدر اخلي سبيكة نحاس، خلي سبيكة حديد. ومن هنا نقدر نقول له يا محمد استنى، والله مكانك صغير هذا، ولا كان بدك تسوي اسطوره سطير ثاني. عندي حركه نايس وتو جت في بالي، بس حيكون قربعه ثانيه. هذا ما اقدر احط له فوق في الهواء كذا، ما ينفع. اوكي 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 يا شوف 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 اسوي، شوف ايش حسوي. حجيب هذا ما انه صح مال امه داعي، هو مال امه داعي من جد. يا ليل ام الكابل ذا، كل شيء يقول يابا كابل. طيب خلينا نحط الان هذا مدخل واحد ومخارج كذا، وناخذ هذا. يا محمد ايش قاعد تسوي؟ شوف 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 الاسطور لما يشتغل كيف؟ حطه هنا حلو؟ ما ابغى كذا انا، استنى رجع رجع رجع. نبدا من جديد، نبغى نجيب هنا ناخذه من هناك، بنحط هنا مسهرة القريب منه حلو، وناخذ الباني. الباني لازم يدخل معاه كذا، اوكي؟ نسوي كذا ونجيب هذا اللي هو مدخل واحد ومخارج كثيرة، قلنا احنا ما نقدر نلصقه كذا. ناخذ ده حطه هنا، وناخذ ده نجيبه كذا، ونلفه هنا. يا سلام اوكي هذا الان هنا. طيب هذا راح ناخذ نحط الباني من جديد، نحطه هنا ونخليه يروح هنا.
اوكي عشان تكون في اسطورة الان بس مراجعة سريعة بس خلينا نقفل على المشروع. قفلنا على المشروع. المشروع ما قفلنا على المشروع لازم من هنا تاخذ لنا لفة. خلينا ناخذها من هنا احسن. وناخذ من فوق كمان دقيقة. نجيب من هنا الان ونجيب هذا نشبك فيه من بداية كذا. ونشبك هذا فوق كذا. ونجيب ذا انا ابغى يجي من فوق كذا. لا كذا ما نبغى ايوه كذا. تاخذ ذا وتجي من هنا وهتلفه كذا تجيبه كذا. هذا الحين ينتج حديد. هاي هذا المشروع شوفوا شباب. هذا الحين ينتج خام حديد. الخام حديد حيدخل هنا حيطلع من فوق ويمشي من هنا كذا وينزل من هنا وراح يدخل هنا. ولما يدخل هنا راح يسوي لي سبيكة حديد. سبيكة حديد راح تيجي من هنا اوكي ما غلقنا. من هنا حندخلها على هذا المكان. نسوي كذا بعدين كذا بعدين كذا. يا سلام سبيكة حديد راح تيجي من هنا حتخش هنا. هذا راح ينتج لنا قضيب حديد. ومن هنا راح يخرج الحديد الى هنا بوم. لما يخش هنا راح يتفرق المفروض يطلع من هنا حديد ويطلع من هنا حديد. اوكي يطلع من هنا يروح يمشي من هنا حيروح يخش هنا في البتاع حقنا المعروف ويجي هنا بعدين زي ما هذا قاعدين تجحين حديد قضيب حديد. لا انا بحين بقول له هذا يا حبيبي حوله لالواح. حلوين راح يتحول الواح المفروض الان لازم اتاكد الواح. يا سلام حلوين هذا يصير ينتج لي الواح. حلو والحديد يجي من هنا قضيب حديد كامل بدون اي تغيرات يجي هنا. وهنا برضو راح يطلع من هنا قضيب حديد وراح اخليه يدخل هنا ويقول له جيب لي مسمار. والمسمار راح يطلع من هنا المسمار ويمشي من هنا ويدخل في التفرعات هذا عشان حيطلع من هنا بعدين غصب عنه ويخش هنا يصير هنا يجمع لي مسمار وحديد و بوم الواح. هذا كذا حيكون مشروع الاحلام. طيب لكن والله يحتاج له شغل كثير. هذا ما اقدر احطه. نحتاج نحاس الله ياخذ النحاس. تصير نحط من هنا كذا بوم. هذا كذا وناخذ هذا بكب. ليش ما يشبك هنا؟ اوكي هذا واحد سلك يشبك فيه بس واحد سلك. فاحنا نحط هذا هنا ونشبك السلك هذا في ذا. هذا جاي فين؟ استنى هذا سلكه جاي على مين؟ ايوه وهذا على هذاك. اوكي ناخذ هذا يا ليل يا ليل هذا نحطه هنا وهذا هذا خليه شغل موقف اي موقف لا يوجد طاقه خليه لانه الحين فجر. وهذا نحطه هنا. لا ما يكفي كم عندنا الحين شغل الكهربائي. طيب هذا مشبوك بوم هنا. طيب هذا خلينا نشوف وين رايح. رايح على هناك تيجي هنا. احنا نبغى 20 مشبوك في هذا. هذا يا صاحبي فيلو 5 اوكي يعني عندنا مساحه لسه هذا مو 5 زايد عندنا مساحه. طيب احنا ناخذ هذا كبوم من هنا يوصل لذا صح. ايش رايك احطه يوصل لين هنا ممتاز. اباك توصل هنا. طيب تكفى اوصل هنا حطه هنا محمد كبوم. ومن هنا تاخذ الذا وتاخذ من هنا ل هذا. ليش ما يوصل هنا؟ هذا مشبوك اوريدي. طب حرام نشبك. طيب هذا مشبوك انه اوريدي هذا مو مشبوك. نشبكه هنا وراح نحذف هذاك عشان نشبكه مع الشعب كله مع بعض. هات هذا كذا. لا هذا نحتاجه هنا. اوكي خلاص هذا خليه كذا ما عليك. هذا نحتاجه. استنى لا ما يحتاجه. ايوه ما نحتاجه خلاص هذا مشبوك كله مع بعض. لا محمد لازم كيبل مانجمنت. هذا تشبكه هنا. الان مشبوكين كلهم مع بعض خلاص. هذا ما احتاجه هاته. الان نيجي نشوف هنا 17 ممتاز. هو 20 احنا معانا 17 وهذا بهم 13. اوكي هذا المشروع اكبر فنقدر نقول نشيك هنا مسامير نقدر نقول بسم الله شغلوا. شغلناه. لما نشغل المفروض هذا يشتغل. بروح اشوفه بروح اشوفه. تكبر تشتغل دقيقة. اوكي هذا اشتغل. ابغى يجيب لي خام حديد. صاحبي
اوكي صار لي باثنين تنش خام حديد خام حديد خام حديد. اللحظة منتظرة نستنى حبة حبة اوكي هذا شغال كل شغال. يا سلام انتاج اسطوري اقسم بالله جد ساتسفاكتوري. يعني ممكن فاكتور حق ذا ابو كلب بس والله شغل حلو شو كيف وربك تحس انك من جد والله اني مهندس يا عيال. طيب يجي كذا حيمشي من هنا راح يدخل هنا بعدين بوم راح ينتج لنا بعدين ابدا اشتغل اوكي راح ينتج لنا شو كيف التلوث تلوث البيئه. سبيكة حديد بتمشي من هنا ايوه حبة 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 هخش انا اتحول حديد بعدين لا 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 تيجي هنا بوم وراح يخرج من هنا حيشتغل ده الحين شوفوا بدا يشتغل بدي بحديد وابغى اشوف هنا كيف حيخرج واحدين واحدين ولا ما ادري كيف حيخرج واحد هنا يا رب اشتغل واحد هنا واحد هنا واحد هنا اوكي هو مره راح يكون بطيء بطيء هذا راح يجي هنا كبوم مسمار ردزه مسمار راح يخش هنا صراحة صدق انه هذا المصنع انتاجه ضعيف ضعيف جدا شوف شوف قد ايش حبة 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 قاعد ينتج لي واحنا نقدر نزود الانتاج كيف تزود الانتاج يا محمد السبيكة ايوه محمد ايش كيف تقول لك مهندس والله انت كده ما انت مهندس استناني هذا ابى اوقف الشغل وقف الشغل وقف الشغل احنا عندنا كم مواطن نقدر نشغل 17 ما نقدر لا خلاص شغل انا عين اقول لكم الهرجه خليه يشتغل انا قلت ايش بدا مني كيف يجيب لي حديد حبه هنا حبه هنا حبه هنا حبه هنا لا هنا شوف كيف انتاجه سريع فهذا احط قسام هنا اخليه يطلع من هنا بوم يطلع من هنا مثلا لهنا الباني الحديد اخلي يسوي له قضيب حديد وبعدين اشيله من هنا ادخله من هنا يصير يخرج من هنا قضيب حديد و مدخل واحد خارج كثيرة ما عليكم هذا خلوه بعدين حنلفل ان شاء الله نجيب اشياء احنا لسه ما طورنا لازم نطور اشياء هنا احنا يب احنا هنا لازم نطور طبعا هذه الاشياء تروح تجيب بالقمر بس هذا كله بالقمر والله اوكي مصعد متنقل هذا شيء 120 مورد هذاك بطيء 60 مورد يب على 60 هنا الشغل السريع هنا الشغل السريع هذا كمان يكون سريع 120 طب هذا ايش اوكي هنا اشياء جامده هذا نحتاج من هنا احنا اول شيء نحط بالمهمات هذا حد المرحله طيب بس خلينا نرجع طيب خلينا نشوف ايش يجيب لنا يجينا مام ايش يسوي يقول لك اوكي يروح كواكب ثانيه ذا البحث والتطوير يساعد الرواد من مام على تحويل اي بيانات قيمه الى خيارات بحث قائمه باستخدام فتح لك التقنيات جديده اوكي هذا مره اسطول هذا لازم نسويه من دحين طيب هنا ايش ماسح العنصر يقوم بالمسح الضوئي للعثور على العناصر ثم يرسل تنبيه لمعرفه المسافه والاتجاه هذا عندنا زي بس شكله مطور توسيع خانات هذا ممتاز لا 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 هذا الان اسويه بس ما عندنا سلك نحاس هذا المصيبه فايش رايكم ايش المشروع حقي المشروع محمد بسم الله نحتاج لحفاره مهام وهنا حتطلع سبيكه نحاس والباني يحول لي السلك ونحتاج الباني ثاني استنى خلي شويه نحتاج نقول هذا ثلاثة أربعة هذا نقول ثلاث لا خليه يا ابوي اثنين انت واحد بس ما عليك ونحتاج من ده واحد وممكن نحتاج من الاندماج ده هذا خليه بعدين ممتاز الان نجي هنا نسوي سبيكة النحاس هنا حنطول شوي طيب خليه يقول كذا يكفي الان فيسوي هنا نحتاج كيابل خلينا نسوي كيابل الان طيب خلاص وي غلق النحاس كله علي طيب خلينا نجيب 42 نحاس اسلك قصدي طيب ممتاز والله يا المشوار عشان اجيبه من هنا لهناك مشوار حيكون مشوار خرسانات مو يلا خلينا نعطيهم يلا خد يلا حيشتغل شويه اتوقع طيب الان خلونا نبدا بالنحاس نسوي مشروع النحاس اتوقع حتكون في حلقه جايه اكيد او في الحلقه الرابعه متخيلين انا ما مشيت هناك ما شفتش فيه هناك قاعد في مكاني فقط
ما استكشافي ضعيف شوي لسه ما استكشفت. لازم نشوف فوق بعدين. طيب خلينا الان نقول لكم انتم شكرا جبتوا لي النحاس. هات شيلي. بعدين تقول انت هات وشيل. انت هات وشيل. شيل. ما في مكان. ارمي 100 نحاس ثانية وهات. هات هذا. طيب. الان المشروع حق يبغى يجي من هنا. طيب اول شيء ابغى ابني طاقة هنا. المحرقة هذه. اول كذا خليه بالمايل. حطه كذا. حلو. نقول هنا نبني المصهرة. نخليه تيجي من هنا. ولا من فوق. من فوق تبدأ احسن. تيجي كذا من هنا. كبوم. حلو. ونخرج منها كذا شوية هذا عشان يفهموا. اقول لك لا هذا خليه كذا. وتيجي هنا. هذا حين تجلي سبيكة النحاس. انا ودي اسوي هنا اللوجستي الحين. سبيكة نحاس. يخرج من هنا. تخش هنا قصدي. ايوه هذا اللي انا بسويه الان. ايوه 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 تيجي هنا نبغى احنا قلنا اثنين الباني. تيجي الباني نبدأه من نخليه هنا كذا. ابدي واحد هنا. الحمد لله اني جبت ونحط هنا كمان. بس ما عندي سلك. ابى اروح اجيب سلك واجي شباب دقيقة. جبنا سلك الان خلينا نروح. الان خلينا نحط هنا كبوم. الباني الثاني بعد محمد يمكن يكونوا متوازيين كذا. متوازيين صح. نحط كذا. يا سلام. ومن هنا والله اوكي الان شغل الكشاف. هذا راح يدخل هنا. هذا نسيله قصدك. المدخل هنا. من هنا تدخل على هنا. ونبغاها تخرج من هنا على هنا وتخرج من هنا على هنا. حلو. هذا ينتج لي. معلش شيل ذا كبوم وشيل ذا كبوم وشيل ذا كبوم. وناخذ هذا وناخذ هذا نقول كذا كبوم. حط هذا اقصده فيه. اوكي صار يمشي. اوكي 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 تيجي هنا. هذا راح نقول له انتج لي ايش؟ سلك. فقط سلك. طيب السلك هذا راح نقول له يا صاحبي انت بتخش من هنا. نشبك فيه كذا. تخش من هنا وبتخرج. ناخذ البان الثاني نحطه كذا كبوم. هنا نقول كذا. حلو. وناخذ هذا بعدين يخرج من هنا على هنا. اوكي حيخرج سلك من هنا يخش على هنا. ومن هنا حينتج لي كابل. الكابل راح يخرج مني. طيب وراح نوصلهم هذول الاثنين. لازم نسوي واحد من هذا. ادخلوا مداخل كثيرة ويخرجوا مخرج واحد. اوكي ليش ما ادمجوا مع الخرسان؟ فهمتوا علي؟ نخلي مداخل كثيرة اللي هو رقم 4 مدخل واحد. لا مدخل رقم 5 مداخل كثيرة. اوكي هناك اثنين من هنا وهنا واحد ثلاثة. اوكي قد بقد ومخرج واحد. حلوين. طيب نسوي كذا وبنيجي هنا نقول انت بالله شو ويا سك لا تشتغل. عطنا خرسانات دي كلها حقتكم. بوم بوم. لا 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 خلاص خلاص هو رايح رايح. خلي خرسان يروح. روح يا خرسان. ممكن توصل. نحذف هذا ونسوي هذا بوم من هنا. نخليه هنا كذا. هذا المخرج الوحيد راح يخش على هذا. الان الان هنا مشروع كويس صار شويه. طيب والان هذا المسكين راح يروح على هناك. هذا راح يجيب لي سبيكه نحاس. هتخش من هنا سبيكه نحاس راح تطلع لي السلك. السلك راح يمشي عادي قدام يبغى. يا السلك راح يمشي هنا بوم. مره راح يكون طويل المشوار من هنا. هنا اخر شيء ناخذ واحد ثاني ونوديه. يا ساتر ليش ما نجيبه فوق؟ عطنا واحد من ده. هذا جيبه كذا. وانت
تعال من فوق. يوصل يوصل. نحطه هنا الآن. هذا هذا لازم نطوله شوي. ليش حطه هناك أنا؟ نطوله شوي يعني، خلاص نجيبه هنا. خلي المخرج هنا كذا. حلوين. هذا جاي من فوق على تحت. شايفه مال أمه داعي. عشان كذا حنشيله من هنا، نشيله من هنا. راح ناخذ هذا كذا مستقيم. نجيبه هنا من الطرف ذا. نجيبه كذا. اوكي نو بروبلم. نحطه هنا ومن هنا اخش هنا. ممتاز ممتاز. راح يمشي كذا. وهذا اللي هنا هذا خلينا نجيبه من فوق. يخرج من هنا. وتاخذ من هنا تجيبه كذا. وتجيبه من هنا لهنا. وهذا حتاخذ منه لفه. تجيبه من كذا احسن. تاخذ من هنا لفه كذا. ومن هنا لفه كذا. يبغى شكل حلو يا اخي. من هنا لفه. يا سلام كذا. وهذا استنى. وهذا راح يخرج. اوكي هذا خليه يخرج من فوق. هذا يخرج من هنا ويطلع من هنا. وكلهم يطلعوا من هنا على هنا كذا. غلقنا المشروع. فايت تشتغل الان. انتج انتج لان انت لا تخاف. هذا شغال من اول. المفروض اقفل ذا بس والله اني نوب. اوكي هذا حيطلع خرسانه من هنا، حيخش من هنا، حيخرج من هناك، حيروح من هناك. بس اتوقع انه هذا راح يسبب لي زحمه وما راح يخرج بطريقه حلوه. نجرب. هذا بطيء يعني عادي، ممكن عادي ما عندك مشكلة. خلونا نسوي هنا كذا. نسوي هنا. نجرب كذا. ناخذ كابل من هنا نشبكه هنا. ومن هنا نشبكه هنا. ومن هنا نشبكه هنا. وهناك نحتاج عشان كويس وبقي واحد مدخل. نحطه كذا هنا. ومن هنا نشبكه في ذا. ومن هذا relaying message. Hello, this is paternal figure. I have taken ill and need your help to find a cure. Doctors say that the only remedy is alien artifacts. اوكي والله قشعريه جاتني هذه. يقول لك هذا من كوكب اخر. قال لي هلا ومدري انا احتاج الى الدواء. هذا هذا شوف شوف هو ذا قاعد يكلمني. والله قطع حبل افكاري كله. طيب ايه ناخذ الان من هنا. افكاري رجعت. ايش فيه كمان؟ You are so lucky that you found this most valuable artifact. هذا يقول لي انت مره محظوظ انك لقيت الارتفكت هذا هنا اسطوري. شكله هو ذا. هارفست. ايوه هارفست. قول لي يعني انا بمشي من هنا. اقسم بالله انا من جد دازق قشعريرة خلاص. استنى الحين ايش كمان؟ Picking up multiple fix-it personnel in the area. Proceed with harvest before it's too late. Yep, proceed to harvest before it's too late. طيب هذا كهرب عليه، هذا عليه كهرب، هذا عليه كهرب. هذاك يحتاج كهرب. ناخذ هنا قطب ثاني نحطه هنا. اي ثينك القطب هذا ما لي مكان. هنا عندنا مشكلة احنا. هنا عندنا مشكلة. اوكي لا مو مشكلة. ناخذ هذا نحطه هنا. نفصل ذا. ناخذ هذا نحطه هنا. طب خلينا نشوف كم الان. اوكي الان صفر يقول لي صح. عشان ناخذ نحطه هنا. كان في مكان. نو بروبلم. الان 8 ميجا واط يقول لي. ليه 8؟ هذا 4 هذا 4. اوكي هذا انقطع. هذا نشبك ايوه كذا ما في مكان. هذا مشبوك هنا بوم واحد وهذا تيجي السلك. طيب ايوه ايوه نيجي نحط هنا الحفار كذا. هذا الحبيب النحاس اللي هنا يلا هاته. ها شكرا. طيب ناخذ هذا نشبكه هنا. حلوين. ونجيب هنا كابل على هذا.
وسوينا المشروع يا شباب، ونقول 17 واط كبوم كله شغال، كله شغال، كهرباء ممتازة. هذا راح ينتج النحاس من هنا، نحاس راح يخرج من هنا، راح يدخل هنا، وبعدين راح يدخل هذا هنا يصنعني سبيكة نحاس. يا والله شكل النحاس حلو يا. خش من هنا راح يدخل هنا، وهنا راح ينتج لي سلك. بدا يشتغل هذا راح يجيب لي سلك هنا. كبوم اثنين اثنين، يعني اثنين هذا يروح واحدين 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 كل شوية. واحدين واحد هنا ممتاز. حلوة هذه، وغصبا عنه ينتج كذا بالتساوي. بس هذاك بطيء هنا. طيب وراح يخش هنا، هذا مو شغال، شغال راح يخش هذا سلك، راح يروح سلك عادي. اوكي هناك في شيء مقفل، قفل المصنع عندي هناك، هناك سلك عادي، وهنا راح يطلع من فوق ما شفناه. خلينا نشوف كيبل، كيبل هذا يصير له شيء في الزرع. نايس كيبل سوينا من الان، ممتاز جدا والله، والله ممتاز. نقدر نحط وصفة الطاقة العضوية هذه، اسطوري هذا حيكون. بس لازم شيء يقطع، يبي في آلة تقطع شجر مفروض. طيب الآن ايش ذاك شباب؟ يطالع علينا واحد زي اللي هنا. سيبه في حاله الآن. اي انا ما شفت ايش يصير في النهاية. شوف هذا كله يخش، انا شايف خرسان بس ما وصلوا، يمكن ما وصلوا لسه. بيخشوا كلهم هنا. اوكي كيبل ونحاس خرسان، كيبل نحاس خرسان. يا سلام عليك يا محمد يا اسطورة انت. كيبل نحاس خرسان، كيبل نحاس خرسان. يا الله انتاج الاسطورة يسموه هذا. اوكي كذا احنا نكون خلصنا معاكم المشروع البسيط هذا، فيبقى كذا احنا قلقنا معاكم الحلقة هذه بالمشروع الاسطوري هذا. الصراحة انا الحين مرة مبسوط بالمشروع ده، ودي اشوف فينا اسوي شيء هنا اذا مدينة قدام لسه، ابغى اطور الهب عشان اشوف ايش يفك لي. ودي اصنع اشياء، اجمع لي شجر، ودي اصنع اشياء كثيرة الصراحة، ودي استكشف برا. فاتوقع الحلقه الجايه حتكون كلها استكشافات. يعطيكم العافيه على المشاهده، وان شاء الله راح نصير مهندسين كبار، ومع السلامه.